الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن الكره المصريه وكل انديه مصر، وهنتكلم اكيد عن منتخب مصر اللي بيستعد لمواجهه موزمبيق غدا باذن الرحمن. لكن صل على الحبيب، لايك للفيديو، تعال نروح على طول لاولى فقراتنا من مباريات كاس الامم الافريقيه، وفوز البلد المستضيف منتخب كوت ديفوار على منتخب غينيا بيساو بثنائيه نظيفه للفريق صاحب الارض والجمهور. كوت ديفوار واحد من المنتخبات اكيد المرشحه بقوه، لكن اللي يهمنا من المباراه هو طاقم التحكيم المصري بقيادة كابتن أمين عمر اللي أدى مباراة ولا أروع ولا أمتع من كده. أمين عمر والطاقم المصري بالكامل، سواء كان حكام مساعدين أو حكام تقنية الفار، دايما بقول إن الحكم المصري حكم كفء للغاية لحد ما يتدخل البعض وطلب الاحتواء من قبل بعض الحكام، مش كل الحكام. النهاردة طاقم المصري بالكامل يحصل على 10 من 10، هو خطأ بس واحد لحكم الراية أو الحكم المساعد اللي رفع راية، نفس الراية، وهو نفس الحكم اللي رفع التسلل بتاع هدف أنتوني موديست في مباراة مودرن فيوتشر، أخطأ في رفع راية غير صحيحة على الإطلاق. كرة كانت هجمة لمنتخب غينيا بيساو، رفع تسلل وحرمهم من هجمة واعدة كانت ممكن يترتب عليها هدف أو أي شيء بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو. لكن في الإجمال كابتن أمين عمر أدار المباراة بمنتهى الحرفية في هذه المباراة، وامتياز لطاقم التحكيم المصري. عايز أقول نادي الزمالك، يعني يا جماعة ارحموا عزيز قوم ذل. نادي الزمالك يعني بيطلع من حفرة يقع في دحضير. نادي الزمالك فيما يخص سبورتنج لشبونة، الناس كانت بتعشم الجمهور ان سبورتنج لشبونة هيوافق، وان احنا بنحاول وبنعمل مجهود ضخم ومجهود جبار في المفاوضات، وبنحاول ان احنا نقنع مسؤول سبورتنج لشبونة ان احنا نجمع $1,000,000 ونبعته ليهم بعد اسبوع، وبعد شهرين بعد ما نفك القيد، بعد شهرين نبقى نبعت باقي المستحقات الماليه لصالح سبورتنج لشبونه. لكن المفاجاه الصادمه والضربه القاسمه لنادي الزمالك ان نادي سبورتنج لشبونه ابلغ نادي الزمالك بشكل نهائي وشكل قاطع وبات عدم الموافقه نهائيا على تقسيط غرامه محمود عبد الرازق فضل الله الشهير بمحمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وان المجلس دلوقتي بيحاول بعد ما كانوا بيحاولوا ان هم يجمعوا مبلغ $1,000,000، بيحاولوا دلوقتي ان هم يجمعوا مبلغ $1,800,000 قيمة المستحقات المالية الخاصة بغرامة محمود عبد الرازق شيكابالا. نادي الزمالك يعني كان الله في عون جماهيره، نادي الزمالك بيحاولوا ان هم يقفوا على رجليهم، لكن كل عارف انت لما تيجي كل ما تفوت لا واحد راح ضربك ضربة على دماغك ترجع تنام تاني كما كنت. بالنسبة لنادي الزمالك، الزمالك نيلو فنجادا، يعني اللي عنده سن نيلو فنجادا يقول لنا نيلو فنجادا. معرفش ايه غية الزمالك في المدربين الكبار في السن، يعني قبل كده جابوا فيريرا كان عنده حاجة و70 سنة، دلوقتي نيلو فنجادا 70 سنة، يعني عارف انت ما تعرفش يعني ايه غية الزمالك في المدربين اللي هم يعني خلاص رجل بره ورجل جوه. فنجادا ما تقرستوش من فنجادا، يعني الناس كانت بتتريق على إدارة الزمالك السابقة ان هم متعاقدين مع مدرب بينسى، مدرب عنده ألزهايمر، مدرب في حاجات كتير ما بقاش مركز فيها، تروح انت مكرر نفس الخطأ وتروح تجيب مدرب اسمه نيلو فنجادا بقاله 100 سنة ما بيدربش، قاعد في القهوة او قاعد على القهوة، يوم ما اشتغل في الاتحاد المصري لكرة القدم واشتغلنا ولم كبشة دولارات ومشي لحال سبيله، تروح انت تجيبه عشان يدرب نادي الزمالك لمدة 6 شهور انقاذا للموقف. عارف انت كده بالظبط كده العروسة اللي كان يوم فرحها والعريس هرب منها، فبنلم الموضوع ان احنا نحاول نجيب اي حد نلصمه بس كده، بس ايه ليلة الفرح قدام المعازيم، وبعد شهرين ثلاثة يبقى العريس يطلق العروسة والجري للمتاعيس. نفس الحكاية نيلو فنجاد، عايزين يجيبوه 6 شهور
يدرب نادي الزمالك، وبعد الست شهور هو يمسك بقى ايه الاداره الفنيه، يبقى مدير فني لمجلس الاداره، يمسك قطاعات الناشئين، يمسك اي حاجه في اي حاجه، ويجيبوا مدرب اجنبي جديد لنادي الزمالك. ده الحوار بتاع فنجادة، وفي الاجتماع اللي جاي هيكون فيه تصويت على هذا الامر. لو وافقوا في الاجتماع هيكون فنجادة مديرا فنيا لنادي الزمالك في البطولة الودية، بطولة التحدي، تحدي الوحدة او تحدي دبي اللي هيكون فيها الوحدة الاماراتي تقريبا وفريق من قطر، مش متذكر اسم الفريق، برضو فريق من المملكة العربية السعودية، فريق الاتفاق السعودي، أم صلال من قطر. ده الفرق الأربعة اللي هتشارك في البطولة. بنسبة كبيرة فنجادة لو خلص هو موافق على أي حاجة، يعني الزمالك لو قال له تعالى بأكلتك ونومتك وكوبايتين الشاي اللي أشربهم كل يوم هيقول لك أنا موافق، أحسن من القعدة على القهوة في البرتغال، لا شغلة ولا مشغلة، 70 سنة هتديني يوم ما تديني 50-60 ألف دولار، رضا، أنا قاعد في البيت ما بعملش حاجة، فهتاخدوني اشتغل معاكم ست شهور حلوين قوي 300-400 ألف دولار، حاجه زي الفل. قلت لكم قبل كده الزمالك يتفاوض والانديه تتعاقد. الزمالك يتفاوض مع عمر كمال والاهلي يتعاقد. الزمالك يتفاوض مع امام عاشور والاهلي يتعاقد. الزمالك يتفاوض مع موجه تيتيا او توتيا اللاعب الامريكي بتاع كره الطايره والاهلي يتعاقد. ندى حمدي الاهلي يتعاقد. النهارده لاعب جديد وبعد ظهور اسم الزمالك في المفاوضات، اللاعب هو ابو بكر تراوري مهاجم الاتحاد المونستيري، وبعد ظهور نادي الزمالك في المفاوضات ودخول في مفاوضات قويه مع نادي الاتحاد المونستيري، نادي اهلي بني غازي الليبي، اهلي برضه يعني، لا ده بقى عقده، دي بقت عقده يا جماعه، الاهلي الليبي يدخل ويحسم التعاقد مع اللاعب بوبكر تراوري اللاعب السنغالي في صفوف فريق الاتحاد المونستيري. تعال نروح لعمرو اديب وتعليق عمرو اديب على اولى مباريات منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه امام منتخب موزمبيق. عمرو اديب اللي قال غدا تبدا المعركه مع منتخب مصر بدايه بمنتخب موزمبيق، وقال ردا على عز الدين اناحي اللاعب المغربي واللي تجاوز واساء بمنتهى الغطرسه والعنجهيه الكرويه ضد المنتخب الاول، وقال ردا عليه قال لك اللي متضايق مننا يعمل زينا، واللي يعرف يعمل زينا نقول له يا عمنا لو متضايق مني اعمل زي قلدني تجدني، روح احنا مش احنا بنضيع وقت، روح ضيع وقت شوف هتكسب 7 بطولات ولا هتكسب 7 خيبات. فعمرو اديب ردا على عز الدين وناحى قال لك اللي متضايق مننا اعمل زينا، واللي يعرف يعمل زينا نقول له يا عمنا. فيما يخص منتخب مصر قال ان التشكيل معروف، الاسماء معروفه، الشناوي معروف، صلاح، فتوح، عمر كمال، محمد عبد المنعم، حجازي، النني، مروان، في لعيبه ضمنت، زيزو، تريزيجيه، مصطفى محمد، في لعيبه حوالي 8 لعيبه ضمنوا مراكزهم في تشكيل منتخب مصر امام منتخب موزمبيق، وقال ان مفيش اسرار حربيه وان التشكيل معروف للكل. لكن خوف عمرو اديب بكره، وده اللي قاله في الحلقه النهارده، انه دايما بيخاف من لعنه البدايات، ان منتخب مصر بيبقى ليه في فصول بايخه للمنتخب المصري في البدايات، والبدايات دي تؤثر على النهايات، ان انت البدايات المتعسره، احنا تخصص بدايات متعسره، معرفش ليه هو مش متفائل، يمكن عشان البطولة الأخيرة في الكاميرون قدام نيجيريا خسرنا أول ماتش، لكن قدرنا نكمل بعد كده وصعدنا تاني مجموعة وقدرنا نوصل للمباراة النهائية وخسرنا بضربات الحظ الترجيحية. قال إن احنا تخصص بدايات متعسرة وبنفضل ندع بقى ونخش في حزبة بيرما، نفس المنتخب يمشي بشكل طبيعي وبلاش مفاجآت، بخاف جدا من بدايات المنتخب المصري. ده كلام الأستاذ عمرو أديب واللي تمنى أكيد الفوز لمنتخب مصر. كابتن رضا عبد العال وله حق الرد مكفول في هذه الحلقة ردا على إبراهيم سعيد. رضا عبد العال لما طلع اتكلم على إمام عاشور وحصلت المشكلة بتاعته مع إمام عاشور، طلع الكابتن إبراهيم سعيد على قناة النهار في برنامج بلس 90
والاستاذ تامر امين في برنامج البرنامج بتاعه على قناه النهار، وردوا على رضا عبد العال. مش متذكر بالظبط الكلام اللي قالوه، ولكن رضا عبد العال شاف من وجهه نظره ان كلام ابراهيم سعيد وكلام الاستاذ تامر امين عنه ان ده يعتبر نوع من انواع السخريه والتدمر ضده والاساءه اليه في الحلقات بتاعتهم او في البرامج بتاعتهم. وبناء عليه تقدم رضا عبد العال ببلاغ ودعوى قضائيه ضد الثلاثي ابراهيم سعيد، تامر امين، علاء الكحكي رئيس مجلس اداره قنوات النهار، وطلب تعويض 10 مليون جنيه من الثلاثي عما بدر من قناة النهار وبرامج قناة النهار ضد رضا عبد العال. كمان تقدم بطلب او ببلاغ للمجلس الاعلى للاعلام، واشتكى قناة النهار والبرامج برنامج بلاست 90 والبرنامج بتاع تامر امين، وطلب بايقافهم بسبب الاساءة لشخصه. كابتن ابراهيم سعيد في اول رد فعل ليه كتب على صفحته الرسمية، قال لك رضا عبد العال عيوته قوي، خسران يا عيوطة. ده رد فعل إبراهيم سعيد على بلاغات رضا عبد العال ودعاوى رضا عبد العال القضائية اللي النهاردة كان عنده هو كمان ضده دعوى قضائية. لكن عايز أقول له رضا عبد العال حاجة مهمة جدا، وله حق الرد على كلام إبراهيم سعيد. رضا عبد العال، أنت من أكتر الناس اللي بتسيء للعيبة وللمدربين، وياريتك بتسيء كفنيات او بتتكلم كفنيات، لكن في بعض الاوقات انت بتدخل الامور الشخصية، في بعض الاوقات بتدخل الامور الحياتية الزوجية، في بعض الاوقات انت بتتنمر على لاعبين او مدربين اجانب بالذات في النادي الاهلي. فلو هنمشي المسطرة على الكل، اتمنى من النادي الاهلي او اي لاعب او اي مدرب رضا عبد العال يتنمر ضده او يتريق عليه او يسخر منه يعمل نفس اللي عمله رضا عبد العال ضد ابراهيم سعيد. وللكل اكيد حق اللجوء للقضاء، حق مكفول للجميع. الاستاذ حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك في بداياته وايام الانتخابات قال لك نادي الزمالك ممكن يكون من اغنى الاندية. طب ايه اللي معطل يا استاذ حسين؟ يعني زي الزمالك قادم كده يجي بالسلامة؟ لا، قالك الزمالك ممكن يكون من أغنى الأندية، لكن هو محتاج بس الحاجة واحدة بس، محتاج فلوس أحط في إيدي وأطلع؟ لا. محتاج دعم؟ لا. قالك محتاج إدارة محترفة رياضيا واقتصاديا. طب النهاردة كابتن حسين لبيب جيب المجلس بتاعه بالكامل ولسه الدنيا زي ما هي، لسه الزمالك مديون، لسه الزمالك موقوف من القيد، لسه حاجات كتير جدا. هل إدارة حسين لبيب احترافية بالوجه الأكمل، ولا كان كلام يا عبد السلام في وقت الانتخابات وبعد العيد بيتفض العيد وبيتفض الكحك ومفيش كحك بيتوزع بعد العيد؟ عايز أقول إن الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولة كأس السوبر ليج أو دوري السوبر ليج. خلاص الكونفدرالية كل عام وأنتم بخير، الكونفدرالية كل عام وأنتم بخير، خلاص انتهت. الموسم ده آخر موسم بالنسبة له. باتريس موتسيبي ماشي في حكاية الدوري الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا. الدوري الأفريقي هيكون بالتصنيف، دوري أبطال أفريقيا الأول والتاني بس اللي بيشاركوا. الزمالك في المركز الـ 12، أقصى طموحات الزمالك بالشكل اللي احنا شايفينه ده إنه يبقى رابع، يعني مش ثالث، لا رابع، يبقى رابع. فاول وتاني محجوزه، الاول الاهلي التاني بيراميدز باذن الله وان شاء الله. اذا الزمالك مش هيشارك في دوري الابطال. طب دوري السوبر ليج او الدوري الافريقي هيعتمد على التصنيف، وبرضه الزمالك مش في التصنيف قد كده، الزمالك تصنيفه واقع جدا، فبرضه في التصنيف مش هيلحق يشارك في دوري السوبر ليج. مشكلة كبيرة جدا. الزمالك واحد من أكبر الأندية في مصر وأفريقيا،
لا هيطول بلح الشام ولا هيطول عنب اليمن ولا هيطول اي حاجة، وهيبقى اخره زي الاسماعيلي زي المصري زي الاتحاد، وهي المشاركة في البطولات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا.